في هذه اللحظات يلا. لا توجد أي انسحابات في هذا الشوط. فتحت البوابات واندفعت على بركة الله تعالى. الانتاج عمر 3 سنوات تكافؤ من 0 إلى 70 الخيال المتمررين بدون استخدام الصوت على مسافة السرعة مسافة 1200 متر في شوطنا الأول أول الأشواط في هذا الحفل بالشعارات المختلفة. اندفاع موفقة في هذه اللحظات. وشاهد الآن المحاولات التي تأتي للرفيع لسمو الأمير فيصل من خالد بن عبد العزيز من الخارج الآن، وكذلك المحاولات لرقم 9 هنا بحفظ الرحمن. هناك أيضا التقدم السريع جدا لجمرة عرب لأبناء محمد مناحي ظافر المفقاعي مع محمد السليمان في المرتبة الأولى. هناك أيضا المطاردة التي تأتي لبرق الجوهرة لمالك سعد أحمد العبد المنعم، وكذلك المحاولات التي تأتي من الخلف الآن لبحفظ الرحمن وكذلك للرفيع في هذه اللحظات مع الاقتراب من المنعطف الأخير. بداية الخط المستقيم لا زالت الصدارة هنا لبرق الجوهرة في المركز الأول تحافظ على الصدارة برق الجوهرة. المحاولات التي تأتي لبحفظ الرحمن. هناك أيضا الدخول القوي من بداوة في هذه اللحظات لترك العتيبي، ولكن المحافظة لا زالت لبرق الجوهرة. ما شاء الله تبارك الله دخول الآن لبداوة في هذه اللحظات على الخط من الخارج الآن دخول للرقم 3 بداوة لتركي صالح عبد الله العتيبي. بداوة تدريبات تركي العتيبي والقيادة لسلمان الرشيد بكل قوة من الخارج. ما شاء الله تبارك الله، ألف مبروك لتركي صالح عبد الله العتيبي مالكا ومدربا.